نادي الوفاق عين توتا اللي توج هذا العام ببطولة الجزائر أكابر، ولهذا هذا الكأس اللي كانت ناقصة خزينة الفريق اللي راه متوج بكؤوس الجمهورية في جميع الأصناف من الأحداث الأكابر. عندنا 8 كؤوس الحمد لله، يعني هذا العمل تاع سنين. يعني أنا نشكر كل الطاقم الإداري والطاقم الفني واللاعبين وكل من ساهم من بعيد وقريب في هذا التتويج. إن شاء الله حنا نتمنوا نبقى في المسيرة هذه ونروحوا الأبعد إن شاء الله. ما يخفركمش بلي عندنا الكأس الممتاز ان شاء الله راح نلعبوها ضد فريق السنغال الفائز بكاس الجمهوريه، وان شاء الله عندنا كذلك بطوله افريقيا. ان شاء الله رانا اليوم رانا في الفرحه، بعد الفرحه ان شاء الله نشوفوا واش كاين جديد ان شاء الله. يعني هذا الموسم كان لي شرف انا كمدرب يعني باش نفوز بلقب البطوله الوطنيه الاولى لفريق عين توتا اللي كانت تنقص الخزائن تاع الفريق. الحمد لله يعني كنت عنصر من المكونات تاع الفريق ككل، من طاقم اداري فني طبي لاعبين، خاصه اللاعبين اللي كانوا في المستوى يعني واداوا موسم جد رائع، بذلوا مجهودات كبيره تضحيات كبيره على جميع المستويات، وكان الشرف يعني باش حصلنا على البطوله في اخر الموسم وفرحنا جميع الانصارين تاع الفريق تاعنا، وهذا فخر لنا لي انا كمدرب وكل الفريق ككل ان شاء الله. قدرت اليوم تتمثل في تكريم بطل الجزائر لكرة اليد لموسم 2021-2022. هذا الفريق العتيد الذي تأسس في 1998 انتزع هذا اللقب وبامتياز. دور شركة الإسمنت عين توتا فرع المجمع الصناعي لإسمنت الجزائر دور نرافق ولقد رافقنا هذا الفريق للسنوات السابقة ورافقناه ماديا ومعنويا، وسنستمر في مرافقته للدفع بالقطاع الرياضي على مستوى ولاية باتنا وحتى على مستوى الجزائر. والثمار لقد تحققت وتبين أنه انتزع هذا اللقب وبامتياز. برافو لهذا الفريق، نشكركم. الحاجة الأولى الحمد لله على التتويج هذا لما جاش بالحاجة السهلة بعد معاناة كبيرة خاصة هذا الموسم اللي عانينا بزاف. نشكر جميع اللاعبين والمدرب والإدارة على المجهودات اللي قدموها لواحد ما بخل. نتمنوا من الجميع يلتف على النادي ويقدموا المساعدات اللازمة إن شاء الله. نظن أنه اليوم عرس كبير بالنسبة لكرة اليد الجزائرية ولا كرة اليد في باتنا وخاصة في عين توتا. نظن الموسم هذا كان الفريق يعني مسوي اهداف، والحمد لله وصلنا للاهداف تاعنا. ان شاء الله مبادرات مثل هذه والفرحه تاع اليوم اللي قلنا عليها يعني بمثابه عرس اليوم تتكرر كل موسم ان شاء الله بالتتويجات بطوله ولا كاس، وان شاء الله اهل عين توتا ان شاء الله يكونوا دائما فرحانين بهذه التتويجات ان شاء الله.